مع بزر انا جاهز وعملنا له مصور. سعيد جدا اي فكره جديده بيضيفها حتى من اهل المنيا في الاخر اللي راحتنا كلنا راحت الفلاح الحفاظ على البيئه. انا شايف ان المشروع ده مشروع كويس جدا باذن الله هيبقى ليه مردود كويس. انا شايف ان انا لو انا صاحب نص فدان ولا فدان بدل ما اقعد اشيل سولار بنزين او الجاز وبعد كده نقله اودي الغيط شغلانه ومره يطلع في عجز ومره يطلع شغل. طب المكنه دي هتشتغل وبدل المكنه دي ممكن ما تشتغل تخدم فلاح واحد. احنا كلنا اهل وكلنا بنتعاون مع بعض. مكنه واحده زي دي تخدم مثلا 10 فدادين نكبرها شويه وتخدم 10 فدادين. انا اروي النهارده والتاني اروي بكره والتالت اروي بعد بكره. حسن ابراهيم سخن شمسي. ايوه. ومشروع